ذهبنا لجني الفراولة فإذا بالموت جنى عليهن. شهيدات الفراولة لقمة عيش بطعم الموت. فهل تعيد فاجعة بوسلهام للأذهان فاجعة كيس الدقيق بالصويرة والخبز الأسود بجرادة؟ أم أننا نملك ذاكرة الأسماك؟ صحافة الرصيف حوانيت للأعراض، تنخر حرمة البيوت وتخرب العائلات. سعيد عويط الأسطورة لقمة سائغة في أفواه أعلام الرصيف. والرجاء العالمي يبدع ويبهر العالم من جديد، رجاوي فلسطيني في ذكرى يوم الأرض. أسئلة غائبة حاضرة إذن سنطرحها للنقاش. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السلطة الخامسة. الخبز صعيب، مثل مغربي يقال، لكن معناه أعمق بكثير. يتجلى معناه من خلال ما حدث السنة الماضية بالصويرة، الفاجعة التي أودت بحياة نساء دفعن بأرواحهن ثمنا من أجل كيس دقيق، وما حدث لأصحاب الخبز الأسود بجرادة إلا خير دليل على صعوبة طرف الخبز. وتأتي فاجعة بوسلهام لتذكرنا بحجم الهشاشة والفقر الذي قال عنه رئيس الحكومة بأنه تقلص بنسبة 50% خلال 10 سنوات. يعلق فيسبوكي فقط إلى اعتبر أن 40% اللي انقصت كلها من فئات الواجدة. الفقراء يزدادون فقراً والأغنياء يزدادون غناً، يعلق آخر. تبعين لبعض الجهات لبعض المسؤولين. دابا احنا ما نبقاش واقفين هنا، أنا نوضح لكم غير هذه القضية ديال الفقر. طرح سؤال على الفقر، جاوبنا قلنا بأن الفقر في المغرب انخفض حسب الإحصائيات ديال المندوبية السامية للتخطيط، ياك؟ وبأن اليوم المعتمد في المغرب كعتبة للفقر هي 2 دولار بدلا من دولار. هذا واحد التقرير ديال المندوبية ديال التخطيط اللي هي تنتج الأرقام. واش نكذبوا؟ لكن حينما تأتي فاجعة من الفواجع تعري وبقوة ما كان مسكوتا عنه في مغربنا العميق الحبيب، وما خفي كان أعظم. شهيدات الفراولة نساء في عمر الزهور وشابات لقين حتفهن في حادثة سير مميتة بجماعة مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة بعد اصطدام شاحنة بالسيارة التي كانوا على متنها، وقد ارتفعت حصيلة الفاجعة إلى 10 قتلى، ولا زالت 4 سيدات في وضعية حرجة للغاية. أن نقول إن لله وإن إليه راجعون، قدر ومكتوب، نعم، لكن لابد من طرح الأسئلة الحاضرة الغائبة، بدءا من وزارة النقل والتجهيز والمسؤولين على هذا القطاع الذي يلقي بأعداد كثيرة من المغاربة لقمة سائغة في النقل السري الذي يحصد أرواحهم في ظل أزمة نقل حقيقية، فضلا عن التقصير القانوني. هذا طبعا دون الحديث عن السرعة المفرطة لسائق الشاحنة، فالسرعة تقتل، السرعة تقتل يا ناس. فحرب الطرق بالمغرب يوميا تحصد أرواح الأبرياء. أنا جيت لهنايا لقيتهم داو الناس مول الكاميو ونفاس خارج فيه،
السيد مول الطوموبيل هرب عليه راه في البيستا، دخل فيه اون فاس، مات الشيفور، ماتوا مع 10 البنات، هادشي بزاف. مول الكاميو هاز الرمله بدون رخصه، دايز من هنا مع الطريق خصو يشور، ندوبل 2 ميتين و7 وهرس من هنايا 410 حدا لوزينه السوسي، وزاد لهنايا ضرب السيد، هادشي راه ماشي قانون. هاد الغرب، هاد الغرب صافي، ما كاينش كبير ولا حقنا، حقنا ما كايناش. كما قلت الوقوف عند اعتبارها حادثة سير وكفى لا يشفي الغليل، فهذه الفاجعة تكشف عن وضعية الهشاشة التي تعاني منها العديد من الأسر بالمغرب، كما أننا نلاحظ أن الضحايا في أغلب الأحيان نساء، فهل يمكن القول بأن أغلب الأسر بالمغرب تعيلها نساء؟ إحصاء المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014 يشير إلى أن المرأة تعيل حوالي 2 مليون أسرة بالمغرب. السلام عليكم، أنا وحدة من هذوك اللي عملوا الحادث في طريق مولاي بوسلام. هادو مولداتها 4، منهم هذا سمير المعاق. هذه هي الظروف اللي كتعاني منها صاحبتي، كتخلي هذا المعاق هنا وكتمشي مسكينه تخدم مسافه من 5 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه، وتجي مسكينه خصها تبدل الدري هذا المعاق، وخصها توجد لهم ما ياكلوا، واخا هي عيانه ملي كتشوف ولدها ما كتحسسهمش بالله هي تعبانه ولا عيانه، خصها مسكينه تفرح وليداتها باي وسيله. كتعاني من اي حاجه، ما عندهاش الضوء، مال، من اي حاجه، من اي جانب كتعاني هاد المراه. شوف ها العيشه ديالها، هاي شوف فين كتسكن، شي نهار البيت يريب عليها، ما مسكينه ما في حالتهاش. ها هي دابا عملت هاد الحادثه، الله اعلم شكون اللي عارف واش غتخرج بحاله مزيانه ولا معاقه ولا شكون اللي غيقابل هاد، شكون اللي غيقابلهم. يلا هضروا، خصنا كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا فينا حنا شويه، ويشوفوا من حاله هاد الوليدات. واش المراه كتلحق كتخرج تخدم؟ راه ما كتلحقش تخرج تخدم، حتى هي كتعاني من شي ظروف قاسيه، وما هذا ما دايرناش الواجب ديالنا، لا الضمان الاجتماعي لا صندوق لا حتى حاجه. ملي كتكوني تخدمي الا جات اللجنه كيخزنوك، كيخليو 15 واحد ولا 10 الناس هما اللي كيخدموا. علاش؟ الله اعلم، حيت ما دايرناش الواجبات ديالنا. ها هما عملوا حادث، شكون اللي فكر فينا؟ جاوا صحاب الفيرما سولوا فينا، ما سول فينا حتى واحد. شوفوا دابا سمير مين كيعاني مسكين، ها هو الكروسه ما عندوش، كلها مرقعه بالخشب، ليكوش ما كتلقاش باش تشريها له. ها انتم ها شوفوا، ها شوف الخشب، كاين شي دري معاق يركب على كروسه بالخشب مرقعه ما كتزيدش كاع، كي عدير ليكوش مسكينه ما كتلقاش باش تشريه له. ياك سيدنا قال لهم وقفوا مع المتضررين، شكون اللي وقف معاهم؟ ها هما ما وقف معاهم حتى واحد، هو ولا حنا ما وقف معانا حتى واحد. دابا الام ديالو هي في الانعاش، ما عرفت تعيش ولا تموت. سمير ها هو مسكين هاد الطفل المعاق، ها هو بوحدو هنا، كل ما كانوا الجيران كي غيكون المصير ديال هاد الطفل؟ الا مشات تمو تخدم كيبقى هو بالجور حتى تجي الام ديالو. ماذا عساي ان اقول بعد هذا الذي قيل وبعد هذا الذي جاء على لسان هذه السيدة الفاضلة التي أدبلها الفقر؟ لعل الصورة هي أبلغ مني تعبيراً، الصورة أبلغ مني تعبيراً بكثير، فهي تبرز بقوة حدة المعاناة والقهر وظروف الاشتغال القاسية التي يشتغلنا فيها، والتي تعيدنا للزمن الإقطاعي والاستعباد، فهن أشبه بسجينات فلاحيات. في حلقي غصة كبيرة
وبداخلي وجع عميق، من سيمسح دموع اليتامى؟ من سيعتني بأبنائهم الذين تركوا للضياع؟ من سيعد لهم خبزهم اليومي وقهوة الصباح؟ من سيفكر في لبسهم، أكلهم وشربهم؟ من ترك للضياع والتشرد؟ الأم وطن يا ناس، الأم وطن يا ناس، والوطن مات، والوطن مات. نعود إليكم بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. كتب مصطفى لطفي المنفلوطي في كتابه الشهير النظرات في مقالة أدبية بعنوان حوانيت الأعراض، يقول: إني لا أستطيع أن أتصور الفرق بين رجل يمد يده على خزينة من خزائن بيتي فيسرق مالي، وبين آخر يمد لسانه أو قلمه إلى شرفي فيستلبه. كلاهما مجرم فاتك، وكلاهما لص مغتال. وإن كان أولهما في نظر القانون وفي نظر الناس أكبرهما إثما وأسوأهما أثرا. أنا أيضا لا أستطيع أن أتصور كيف يحق لإعلام أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه إعلام رصيف وابتذال. ألم يكن حريا بهذا الإعلام الذي صف ميكروفوناته وكأن سعيد عويطة سيتحدث عن مساره المشرق والمشرف، فإذا بالرجل يعلل الأسباب والمسببات الشخصية والعائلية التي كانت وراء خلافه مع والده. فهادو اللي كتشوفوا هما خوتي، راه ما كاينش خوتي اللي خارجين اخرين في سميتو في شي منبر اعلامي. فعندنا واحد خور صغير راه في امريكا خدام ما يقدرش يجي، وعندي اخت وحده راه في العريش مع وليداتها. عندي خويا عزيز هو بزنسمان في بلجيكا كيعمل كل من الاشغال ديال لا فامي عويطه، وعندي خويا خالد حتى هو بزنسمان هنا في المغرب وفي لاشين والله يكمل عليه بخير، حتى هو دامر في بزنس عويطه. وهذه هي الوالده، هي الحاجه، الفيلم كله طالع على هذه المراه. هذه هي الحاجه ديال الام ديالي، ماشي اللي شفت في شي منبر اعلامي مؤخرا اللي كتدعي بالام ديالي وخرجت بكلام غير لائق. فهذا ما بغيتش ما غنجاوبش عليها. عندما ترى بعض الناس اللي كيدعوا بالصحافه وليس بصحفيين، او ليس من العيب والعار والخزي ان يعدوا هذا الاعلام بسرعه سعيد عويطه لالتقاط وعرض هفوات الاخرين، أن يعمل على تشويه صورة بطل عالمي وأسطورة لن يكرره الزمن. أهكذا نكرم الناجحين؟ أهكذا هي ثقافة الاعتراف والعرفان عندكم؟ أهكذا نعترف بفضله في رفع عالم البلاد عاليا في الأولمبياد العالمية، والذي قال عنه المرحوم المغفور له الحسن الثاني بأنه قدوة
لجيل من الشباب. أظن أننا هكذا نحارب الناجحين. لماذا؟ لماذا لا تحترمون أنفسكم؟ لماذا لا تحترمون منابركم؟ لماذا لا تحترمون جمهوركم؟ لماذا لا تحترمون أصواتكم التي للأسف بعتموها في سوق النخاسة والضحالة والرداءة للأسف، واخترتم الاصطياد في المياه العكرة. أتساءل، أين هي ضمائركم المهنية؟ بالله عليكم، بالله عليكم، لماذا ستصير مشكلة سعيد عويطة مع والده قضية رأي عام المغرب كله يتحدث عنها وينتظر بشغف أحداث مسلسل شيق يتابع بفضول كبير دون الانشغال بقضايانا الأساس والتي تشكل هماً يومياً؟ أنا أقول أي إعلام بديل هذا الذي نريد؟ والجملة هذه حطوا عليها 100 علامة استفهام وتعجب واستنكار. إعلام بديل؟ عن أي إعلام بديل نتحدث بالله عليكم؟ هذا الإعلام الذي ينخر حرمة البيوت وخصوصياتها، وكلما شاهد فضيحة علان وفلان تسابق بسرعة البرق وبسرعة سعيد عويطة لعرضها ليساهم في تخريب البيوت وينتعش من خلال فضح أعراض الناس ومشاكلهم العائلية. للبيوت أسرار، للبيوت أسرار يا ناس، فاحترموها يا عباد اللايكات والنقرات. وهذا الإعلام البديل إذا لم يرقى بالمتلقي فلنقرأ عليه السلام ولنذق على نعشه آخر المسامير. يلي عليك القلب حزين وهدي سنين تدمع العين، الحبيبة يا فلسطين، آه يا وين العرب نايمين. النسور في قلعتهم الخضراء يبدعون ويبهرون العالم من جديد. رجاوي فلسطيني، رجاوي صوت الشعوب المقهورة صدحت بها مدرجات الخضرة الوطنية في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني. بعد إبهارهم للعالم بأغنيتهم في بلادي ظلموني التي صارت رمزا لأصوات الشعوب المقهورة، شباب الالتراس المبدع الذي يمزج بين لعبة كرة القدم وتشجيعه المستميت وولائه لفريقه الرجاء العالمي وبين مقاربته للقضايا الاجتماعية والسياسية، فهل يمكن الحديث عن أدب الالتراس الذي ينصت لنبض المجتمع؟ وكيف تغدو المدرجات فضاء للتعبير عن معاناة هذا الشباب الذي للأسف جرى تهميشه؟ Let's go.
الشباب الحامل لهموم مجتمعية سياسية وقومية عربية، ومن بينها القضية الفلسطينية في ظل مخططات التهويد والاستيطان وصفقة القرن. فبعدما خفتت أصوات الحكام العرب في القمة العربية التي تم انعقادها بتونس مؤخرا، والتي على ما يبدو ما عادت تغري الشعوب أو ما عادت تغري الشعوب العربية، اتكاد أن تكون قمة للنوم، فها هم الجرين بويز يصدحون بملء الفم والحناجر، رجوي فلسطيني معززين انتماءهم القومي بالقضية الفلسطينية. يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم. ختاما، يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا، فما فاز إلا اللوم. وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا. إن قيل هذا شهدكم مر، فقولوا علقموا. أو قيل إن نهاركم ليل، فقولوا مظلم. أو قيل إن بلادكم يا قوم سوف تقسم، فتحمدوا وتشكروا وترنحوا وترنموا. قصيدة للشاعر الراحل العراقي معروف الرصافي، اقرأوها فلن تندموا. هذه مريم الفنان تحييكم إلى الملتقى.